إجمالي أصول الاحتياطية لسامة ترتفع للمرة الأولى في أكثر من عام لتبلغ نحو 1,180,000,000,000 ريال، وذلك بعد ارتفاعها بشكل طفيف على أساس سنوي. حكومة أبوظبي تقرر دمج ذراعي الاستثمار التابعين لها، وهما الاستثمارات البترولية الدولية آيبك ومبادلة للتنمية. شركة Airbnb تجري محادثات لإطلاق جولة جديدة من الاستثمارات والتوسع في الخارج، ما قد يساهم بوصول قيمة الشركة إلى 30 مليار دولار وفقاً لصحيفة The New York Times.